انا مش عايز اقول كلام كتير، انا عايز اقول بني ما يضربش على الطعام، لان الاضراب على الطعام مهمتنا احنا مش مهمه فادي. فادي كفايه عليه محبوس. لو احنا عايزين نتضامن بجد، المفروض احنا اللي نصعد من حجم اعتراضنا على حبس فادي. فانا بتصور ان احنا لابد ان يكون عندنا خطه زمنيه. لو ما افرقش عنه النهارده هنعمل كذا، لو ما افرقش عنه بكره هنعمل كذا، لو ما افرقش عنه كذا. انا بتصور ان احنا لابد ان اسلوب الضغط الامثل في مثل هذه الحالات، وانا بدعو لده، كيفيه اقناع العاملين في اتحاد الاذاعه والتلفزيون للاضراب عن العمل. ده اللي يوقف البلد على رجل، ده اللي يوقف المجلس العسكري ويعرفه ان السينمائيين والعاملين في الحقل الفني بشكل عام لهم صوت يقدروا يعملوه. اعتقد ان دي طريقه وحيده للضغط، بجانب طبعا تضامن كل السينمائيين خاصه الفجر الكبار. لابد ان هم يتضامنوا، لابد ان احنا نعمل اكثر من شكل للاضرابات وللاعتصامات وللوقفات الاحتجاجيه وللذهاب ووفود المجلس العسكري، مش بشكل شخصي كل واحد مننا. يعني انا اعرف ان السينمائيين كتير كلموا ناس من المجلس العسكري. المساله مش بقى كلام ورجاء، لابد ان احنا نمارس حقوقنا في ان احنا محدش مننا يتخطف بهذا الشكل. هي اهانه انا بتصور، مش لفادي وبس. انا رايي هي اهانه لينا كلنا ان في حد سينمائي من وسطنا كده يتاخد واحنا واقفين ساكتين. يعني ما احناش، انا بتصور ان السينمائيين في مصر او اهل الفن او العاملين في الحقل الفني المفروض انهم شويه. يعني لو ابن فئه اخرى اتاخد بهذا الشكل، طبعا نحن ضد، بس يعني يجوز ان هم يستهيفوا هذه الفئه، لكن للدرجه دي حضرتك يعني هتزعي امي لو امي كان حضرتك؟ يعني مش عارف اقول حاجه كده، انا ما اعرفش فادي، بس التضامن واضح فينا كلنا وفي الناس هنا. والتناقض ما ينفع، يعني اول ما يبقى في تناقض كلنا بنقف مع بعض، يعني كلنا فعلا الايد الواحده الحقيقيه هي اللي بتظهر. ف الحريه لفادي، وفادي هيطلع ان شاء الله، وان شاء الله مش هتكمل 45 يوم. وانا بسال الاستاذ خالد يوسف، الاستاذ يوسف نصر في فكره الاضراب بتاع مبنى الاذاعه والتلفزيون. واتمنى برضو احنا كسينمائيين وكل من يعمل في المهنه كفنيين كممثلين ومخرجين والفيجرز الكبار زي ما حضرتك قلت، فعلا لازم يبقى في مشاركه، لازم نبطل نخاف ان في مسؤوليه معينه تجاه، يعني بلاش نطلع نتكلم في برامج عن راينا السياسي وعن كذا وكذا وكذا، ناخد الدور الحقيقي فعلا. بس شكرا. لكن اللي أنا عاوز أقوله إن المجلس العسكري مش مؤهل سياسياً إنه يقول بلد وشعب، الشعب أصلاً مؤهل سياسياً أكتر منه، وبيكابر على إنه بيفهم. لكن للأسف محتاج إنه يتنازل شوية عن كبرياءه عارف، ويسمع الناس، يسمع العقول المفكرة، هينوروه، وده مش هيقلل من مقدارهم. أنا خدمت في الجيش وفي 73، وأعرف قدر العسكرية كويس، لكن العسكرية حاجة والسياسة حاجة. حضرتك كنت مدرس لفادي، عايزين حضرتك توصف لنا او تعرف لنا فادي اكتر، حضرتك كنت قريب منه. والله انا حظي مش كويس ان يعني الفتره دي انا مارست التدريس في المعهد، انما انا هيبقى ليا شرف ان ابقى زميل لفادي، لانه فادي حسب ما سالت كل زمايلنا في المعهد طالب مهذب جدا، اخلاقه عاليه جدا، والملابسات بتقول انه كان بيرجع كاميرا لمكتب وكاله انباء كائن خلف السفاره الاسرائيليه، وانه تم القبض عليه بشكل عشوائي وتجدد له 3 مدد، ودي مده طويله قوي لطالب بيدرس، يعني جزء كبير قوي من محاضراته وتواجده في معهده بيفتقده، هو وزملائه اللي عندهم نفس
الحالات. انا بتمنى انه يبقى في ضمير الاب، ضمير القاضي، انه يتم الافراج عن فادي وزملائه ويتم استكمال التحقيق عشان الحقائق تتضح، اللي بريء منهم يبقى بريء، لو في حد عنده اي ملابسات تدينه تتم ادانته، انما لازم الطلبه دول يروحوا معاهدهم كلياتهم، لازم يمارسوا دراستهم. حضرتك ناوي تعمل ايه الفادي او تشارك في الاسهم معاهم ازاي، او لو هم طوروا الاضراب عن الطعام حضرتك ممكن تشارك معاهم؟ يعني انا مؤمن باسلوب الحوار، ومؤمن ان احنا بعد ثوره 25 يناير لازم نتعلم ان احنا يبقى عندنا الراي وراي الاخر، لازم نتعلم نتكلم، لازم نتعلم ان الاعتراض يبقى له سلوك منهجي ومنظم ما يضرش البلد. انا عايز احكي لك على حادث اضراب برج مراقبة مطار القاهرة، خلاني في الغردقة بحمل طفلة رضيعة عمرها 3 شهور وبروح بيها مطار مشوار 30 كيلو وارجع لفندق وادور على حجز تاني لمجرد انه حصل اضراب غير مدروس مدى اثره على حياة المواطن في مصر، على اقتصاد البلد. فانا مؤمن بالحوار اكتر من الاضراب، مؤمن بالاعتصام. ممكن تبقى شايف ان في ممكن الحوار مع المجلس العسكري باي طريقه كانت؟ طبعا المجلس العسكري ناس مصريين، انا لا انتزع الوطنيه عن حد في مصر، انا مؤمن بالنقاش. لو كان في موقف خاطئ كلنا نخطئ، بس علينا ان احنا نتحاور عشان نوصل للصح. فالمساله مساله ان احنا لازم نستوعب، لازم نستوعب بعض. كلنا مصريين، كلنا من تراب البلد ده، وكلنا بنحب البلد ده، وصعب جدا انك تنتزع المواطنه من مواطن مصري. فالقضيه كلها محتاجين نتفاهم، محتاجين نتكلم، والدول المتحضره كلها اعتقد انهم بيحصلوا على حقوقهم بالحوار البناء الهادف. شكرا جزيلا.